ما شاء الله تبارك الله، شايفين العصير بتاعته مع الموز مع الحليب، شراب منعش ومفيد، ومفيد للجسم، بيعطيه طاقة للجسم ومشبع بالدهون. جربوه ما بتندموا، ما شاء الله تبارك الله، أطفال بتحبه كتير، مغذي. يسعد لي أوقاتكم، متابعيني، يعطيكم الصحة والعافية. والله عندي أفوكادو، ما حد الأفوكادو ما حد عم يستعمل لسه، وعندي قلت لا لا جرب نعملهم عصير لهالولاد، عصير بالموز طيب مع الحليب. سووا ما حدا استعمله، انه مفيد للأفكار، كلها دهون مشبعة. صار يعمل انه وغني بالدهون المشبعة الظريف، مفيد للجسم مع الموز مع الحليب. بيشربوه بقى الاولاد، بدنا نستفيد منه ما شاء الله. بنسوي ما شاء الله بطريقة الشرق، وهي الموز معنا، ثلاث موزات بدنا نستفيد منه، نعملهم عصير مفيد للجسم مع الحليب والموز وفاته. نحط فنجان سكر، انا الموز برضو حلو، سكر حسب الرغبة. نحط له الحليبات، يعني لتر حليب بقلبه. شربوه هالولاد، ولاد ابني عندي، لانه شربوه مفيد للجسم. ما شاء الله تبارك الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة، ويعطيكم الصحة والعافية، بالعافية علينا وعليكم. مشروب الأفوكادو مع الموز والحليب، شراب طيب ولذيذ ومفيد للجسم، ما شاء الله تبارك الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة.